الإنسان كريم زينة فلان ما شاء الله أنت وهبك الله عز وجل الكرم فأسأل الله أن يسعدك تراها زين هلا نعم. عبد المحسن في قصة يوم قال عن الحلم وعنه والله دائما أقولها أنا يمكن قلتها بس تحملوها يعني تحملك شكرا الله. يقول واحد مع عائلته وكان أقشر شديد يا وش ذا ويطق ذا ويا ويلي يتكلم سلطان في بيته عن ترجمانه فالحرمة تقول والله ما نقدر نقول اشترينا خبز ما نقدر نشتري ما من جرأة من قوته وصلافته عليهم لا تقولون أنا أجيب من نفسي لا حد يتكلم ما فيقول جاب كذا في السيارة قالوا بزرانه ما نبي خبز نبي كذا قال أقول المهم ولا وقف الظاهر غلطة ما أدري شلون لا في واحد نبي يطلع ويضرب بوري كذا قالوا وش تبي أنت ينزل عليه هذاك شباب توه صغير قال يا عم ابغاك تطلع قال اقول ايش له يجي ها وشوف يدفدف ويتجلس في سيارته كل ما من قاعد دفه وقاعد حلم في حلم من ذا الولد ما هو الله عليه ما شاء الله المهم يوم جاء ركب سيارته وحاس ان وده يطق بيسعد قدام عيال قال انا ابو اللي انت يرجع عليه هو رجع بس وينزل ذا الولد ويشيله والله اللي يقول القصه يقول والله في حاويه جنبه حقة أسواق سوبر ماركت أيوة. جنبها ويقول يشيله حطه في وسطها حطه في وسطها ويمشي تقول الحرمة اللي تقصها تقول أنا ما عرفنا أنا قاعد من الضحك نبي نمسك نفسنا فرحانين ما يبغون أحد يدق خشمة ما صدقوا يبقى ناظر كده شكله يطلع من الحاوية شكله مضحك على راسك كرتون طب كذا أو كيزة ركب سيارته ويسكت بعدين غير بيسكتهم ما قدر يضحكون عليها الحرمة هو ما يدري تضحك ولا تصيح وبيتأكد قال وش فيه أنت قلت قلت وش فيه راح يشتر خمس بس راح يشتر خمس قال الولد ترى بلادي الرجال ذاك بغير ومن الخوف أقول لك هذا دائما في عجلة عقبها مشى على الصراط المستقيم ينطبق عليها قول اتقي شر الحليم إذا غضب هذا الوليد هادي 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 لين بس يحتاج صار ما شاء الله تبارك الله ففي وسط الحاوية ليته طق أسوقه وركبه مع عياله بس لا الحلم يا زين اللي يرزقه ربي الحلم والله يا هو مكسب شوف الآن الحصيني